شو السحاب الأسود ذا؟ يا ربي تعجل بالخير وتكافينا الشر يا كريم. شوية شوية هوا يا سيتي، تبي ها؟ يلا يلا اطلعوا، حطوا فوق في البوهيمي، حطوا في الجلسات البوهيمية. تعال ساعدها يا أبو غيدة. أفا أنا. يلا يلا ما عليه ما عليه ما عليه، هذه خلية النحل. تعال يا أبو غازي، تعال يا رمزي. يلا يلا يا أبو، يلا 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 ربع تعاونوا وما ذلوا. يلا يا جليل أشوف هذا إيش، ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا يلا طلعوه في البوهيمي فوق فوق فوق. يلا بنغير الجلسة فوق. لا إله إلا الله، اللهم صيبا نافعا يا رب العالمين. بسم الله بسم الله، والله شكل بيجي مطر قوي. كريم يا برق انسرى، خلونا نطلع فوق نشوف الجلسة زبطوها ولا لا. سلام سلام. يا سلام سلم، كيكة التفاح وخلية النحل. وهذه اسمها غريب، يقولون ان اسمها قدرة قادر يا بلفيت، والله الاسم يخوف يا جماعة. وهذه الفطاير ما ادري وش اسمها صراحة. ما في يعني يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وصلي على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم. شلونكم على طول الغيبة؟ عساكم بخير، عسى اموركم زينة، علم عليكم خلاف. الليلة احنا عندنا مطر في الطائف، جون يفتح النفس، جون عليم، ما اجمل من هالجو الا انتم، الله لا يخليني منكم يا والله. يا زينكم واحد 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 واحد، الله انه يحفظكم ان شاء الله. علمنا سلامتكم. بدايتنا اليوم باعلان طيب وعرض بمناسبة اليوم الوطني، جدا جميل من البراند لدن. الجو بارد، تعرفون الأيام هذه متغير الجو عندنا، وفيه أطفال صغار يكحكون ويبكون، سلامات إن شاء الله سلامات. وفيه واحد سبحان الله يعني هو طفل بس ما فيه براءة، براءة الأطفال ما هي فيه، وشيء لنعلف في يدين. يا نهر نبي نصور، خلاص اسكت خلاص خلاص، تجلسون عقلين أبدأ أصور؟ ممكن يعني والله تبدأ والله؟ اي والله شاطر فخر شاطر أنت. طيب رح خذ سكر تسكت بصور. يلا هذا شعر القشة، ما تروح تقول سكر اسكت. اسمع اسمع اسمع، رح قل سكر، بابا يقول قصر صوت تصور. قصر صوت شوف يعني هي سمعتني يعني. طيب يا جماعة خير، قبل لا نبدأ طبعا لدن موقع سعودي بمناسبة اليوم الوطني 94 مسوين عروض عندهم على الساعات الرجالية 94 وأيضا الساعات النسائية 94 ريال، وموديلات يعني ما تلقاها إلا في لدن تمام، وصنعت في السعودية علشان تناسب ذائقتك طال عمرك. خلنا نستعرضها، سعر مناسب جدا جدا، ساعة تأخذها عليها ضمان لمدة 3 سنوات يا بلاش. تعلك إن بغيت عز الله تقدم هدية فإن شيء يجمل، وإن بغيت تقتني يوم توصلك إلا شكله يفتح النفس أصلا. تجيك الساعة في هالكيس سلمك الله. طبعا خلونا نستعرض موديلات الساعات الموجودة اللي جتني وأسعارها. زي هالساعة اللي تشوفونها هذه ساعة نسائية وتحفة جدا جدا تفتح النفس، سعرها قبل سلمكم الله 370 واليوم في لدن والحين 94 ريال. تحفة تحفة، إذا قلت لك تحفة. طبعا عشان تكون في الصورة أسعار جدا حلوة، أنا راح أنزل لكم حتى رابط الانستغرام حقهم، اللي حاب يستعرض ويشوف بنفسه